السلام عليكم ورحمة الله. معلومة صحية على السريع، والنهاردة هنتكلم مع بعض عن فوائد الشاي الأخضر. بس الأول ما تنساش لايك وشير وسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد ومفيد لصحتك وصحة أسرتك. الحقيقة أنا حبيت أتكلم معاكم النهاردة عن فوائد الشاي الأخضر، لأنه لقيت كتير من الأشخاص معتقدين أن الشاي الأخضر بتنحصر الفائدة بتاعته في أنه بيساعد على إنقاص الوزن أو خسارة الوزن الزائد. ولكن خلينا أقول لكم أن الشاي الأخضر ليه فوائد صحية كتير جدا، لأنه مشروب مميز، وده لأنه بيحتوي على العديد من العناصر الغذائية. ومن أهم العناصر الغذائية دي حمض الفوليك، المنجنيز، البوتاسيوم، المغنيسيوم، الكافيين، وبرضو فيتامين بي المركب أو مجموعة فيتامينات بي المركبة. وطبعا الشاي الأخضر من المشروبات الغنية بمضادات الأكسدة. فعشان كده حبيت النهاردة أقول لكم على أهم وأروع 7 فوائد سحرية في الشاي الأخضر. فأول فائدة للشاي الأخضر انه بيساعد او ليه القدرة على انه يحمي البشرة من التصبغات والتجاعيد. فهو بيساعد على حماية البشرة والجلد من التصبغات والتجاعيد. ليه بقى؟ لانه غني بمضادات الاكسدة القوية اللي بتعزز الفائدة دي فيه، فبيخليه بيساعد على حماية الجلد من التأثيرات الضارة لأشعة الشمس، وده طبعا عن طريق تحييد الجذور الحرة اللي بتنتجها الشمس، واللي بيكون ليها تأثير سلبي في البشرة، وبتخليها كمان يحصل شيخوخة للجلد أو شيخوخة للبشرة في سن مبكرة. فده بيعزز فائدة الشاي الأخضر في حماية البشرة من التصبغات والتجاعيد. فائدة أخرى من فوائد الشاي الأخضر، واللي كتير مننا ممكن ما يكونش عارفها، إنه بيساعد على تعزيز صحة الأسنان. وفقا لدراسات عديدة أجريت في الموضوع ده، واللي أشارت إلى أن الأشخاص اللي اعتادوا على تناول كوب من الشاي الأخضر يوميا بتكون عندهم نسبة فقدانهم لأسنانهم أقل 19% عن الأشخاص اللي مش بيشربوا الشاي الأخضر. بالإضافة كمان أنه بيساعد على تقليل خطورة الإصابة بأمراض اللثة اللي بتسبب طبعا فقدان للأسنان، وخاصة في سن الشيخوخة. فده بيعزز انه بيساعد على تعزيز صحة الاسنان. فائدة اخرى من فوائد الشاي الاخضر، انه بيساعد على تحسين وظائف الدماغ وتعزيز الذاكرة، وده طبعا لانه بيحتوي على العديد من المضادات الاكسدة القوية، وبرضه بيحتوي على الأحماض الأمينية، وده كله بيساعد وبيعزز دوره في تحفيز نشاط الدماغ وتحسين الذاكرة، وبرضه بيخلي الشخص كده عنده شعور بالهدوء والاسترخاء. فده كله بيعزز فائدة الشاي الأخضر في تحسين وظائف الدماغ وتعزيز الذاكرة. فائدة أخرى من فوائد الشاي الأخضر، واللي كلنا تقريبا عارفينها، إنه بيساعد على إنقاص الوزن الزائد، لأنه بيزود معدل التمثيل الغذائي في الجسم، وبالتالي بيساعد على إنقاص الوزن. على الأرجح إن المواد المسؤولة عن الفائدة دي في الشاي الأخضر هي البوليفينول والكافيين اللي بيكونوا في أوراق الشاي الأخضر. فده بيعزز الفائدة بتاعته، إنه بيساعد على خسارة الوزن الزائد وإنقاص الوزن الزائد. فائدة أخرى من فوائد الشاي الأخضر، إنه بيساعد على خفض ضغط الدم المرتفع، لأنه بيحتوي على البوتاسيوم، البوتاسيوم اللي بيحسن من مرونة الأوعية الدموية وبيخليها تضخ الدم بشكل أفضل. كمان الشاي الأخضر بيساعد على خفض نسبة الكوليسترول الضار في الدم، وده طبعا على المدى البعيد بيكون ليه تأثير إيجابي في تقليل خطورة الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. فده بيعزز فائدة الشاي الأخضر، إنه بيساعد على خفض ضغط الدم المرتفع. فائدة أخرى من فوائد الشاي الأخضر، إنه بيساعد على تقليل خطورة الإصابة بالسرطان. والحقيقة الفائدة دي
لسه ما زالت محتاجة دراسات كتير جدا علشان تأكيد الفائدة دي، ولكن أسند الفائدة دي على أنه بيحتوي على كمية كبيرة زي ما قلنا من مضادات الأكسدة، أو غني بمضادات الأكسدة القوية. ولكن ما ننساش أن الفائدة دي لسه محتاجة دراسات لإثبات صحتها. فائدة أخرى من فوائد الشاي الأخضر أنه بيساعد على تقليل احتمالية الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا، لأنه غني زي ما قلنا بمضادات الأكسدة، واللي معروف دورها الفعال في تعزيز صحة الجهاز المناعي اللي هو خط الدفاع الأول لجسم الإنسان، وبرضو ده بيخليه أنه بيقلل وبيساعد على تقليل خطر الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا بنسبة 23%، وبيقلل من مدة المرض في حالة الإصابة بنسبة 36%. وده يخلينا ما ننساش أضرار الشاي الأخضر لدى بعض الأشخاص، مثلا مشكلات في الجهاز الهضمي، الصداع ومشكلات في النوم، أو تفاعلات مع بعض الأدوية اللي هي بتعالج الحالات العصبية. فبالتالي احنا النهاردة قلنا مع بعض أهم فوائد الشاي الأخضر الصحية، وبرضو أهم الأضرار للشاي الأخضر. وعشان يوصلكم كل جديد ومفيد لصحتكم وصحة أسرتكم، ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب لقناة محتوى احترافي عشان يوصلكم كل جديد ومفيد لصحتكم وصحة أسرتكم. وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله.